بيرستا وشريف، هل ممكن يضايقوا بعض ولا بنفس الكيفيه دي؟ لا عادي. هي النظريه بتاعت امتى موسيماني بيختار بيرسي تاو مهاجم وامتى بيختار محمد شريف مهاجم. هو بيختار بيرسي تاو مهاجم لما بيبقى عنده في حسبته في الماتش رغبه اكتر في الاستحواذ، بمعنى انه عايز. هي الفكره فين؟ في 3 4 3 صعوبتها ايه؟ ان ظاهرين الجنب دول الباك اليمين والباك الشمال مفيش حد واقف قدامهم، فمالهمش محطه لعب. محطه اللعب بتاعتهم الاثنين قلبين الدفاع اللي وراهم او ثنائي الارتكاز اللي موجودين او الاثنين صناع الالعاب. فالاثنين صناع الالعاب بيبقوا عايزين يروحوا على الجول، فمش المفروض ان هم يكونوا المحطه. فثنائي الارتكاز لما بيتشغل في وسط الملعب الاثنين دول بيعطلوا. حلو. فموسيماني قال لك طب انا استخدم حسين الشحات يمين عشان يبقى هو المحطه بتاعت اكرم، على اعتبار ان علي معلول عنده قدره عاليه ان هو يفك نفسه لوحده. حلو الكلام. فلما بيعمل كده بيبقى هيخسر حسين على الجنب، وبالتالي هو عايز بديل حسين بقى انه يبقى بيرسي تاو قادر مهاجم عشان يبقى قادر ينزل يساعد حسين، لان هو اصلا ده مكانه، ينزل وسط الملعب اكتر وهكذا. يعني ده الفكره. في التطبيق بقى انا مش شايف ده بيحصل. يعني عارف كويس ان حسين بالنسبه لي بالمناسبه، ايه الميزه اللي موجوده عند الرهيبه اللي موجوده مثلا عند محمد شريف؟ انه راجل سريع وبيروح على الجول. ايه الميزه الرهيبه اللي موجوده عند مجدي قفشه؟ ان الراجل الباص بتاعه بجنيه ذهب. ايه الميزه الممتازه عند احمد عبد القادر؟ الراجل بيرقص. ايه الميزه الممتازه عند بيرسي تاو؟ ايه الميزه الممتازه عند حسين؟ مفيش. ليه؟ لان حسين من نوعيه اخرى من اللاعبين. حسين البني ادم اللي بيديك 7/10 في كل حاجه. يعني حسين بيعرف يباصي وبيعرف يشوط وبيعرف يرقص. مفيش حاجه سوبر يعني. مفيش حاجه 9/10 بس مفيش حاجه 6/10. هتلاقي كل لاعب عنده 9/10 عنده حاجات 6/10. هو ما عندوش. هو عنده 7/10 في كل الخانات. وبالتالي هو البديل الجيد اللي لما بحس ان انا عندي لاعب غايب هو ممكن يعوض لي الباصات بتاعت مجدي قفشه، يعوض لي الاستحواذ بتاع فلان، يعوض لي المهاره بتاعت علان، بس هو مش اللاعب الاساسي في الحته دي. فعشان كده في ماتشات كتير بتحس ان هو مش بيديك اضافه كبيره، فانت بتبتدي تحس ان لا نزل لي حد من الموجودين على الدكه يعني. بس اللي انا عايز اقوله إن ان 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 انا انسب لي ان انا اخد بيرسي تاو على الوينج واخد محمد شريف مهاجم في الوقت الحالي للاهلي، لحد بس ما طريقه اللعب تبقى خلاص ثبتت، وبعدين ابتدي اضيف عليها بقى لاعب يوقع الريتم، يعلي الريتم، يتحكم فيه، يامن لي جبهه، يعمل التوليفه دي بشكل جيد. لكن في الوقت الحالي انسب لي ان انا اخد بيرسي تاو وينج واخد محمد شريف مهاجم.